لمزيد من المعلومات حول التفجير معنا من العاصمة المصرية القاهرة بشير عبد الفتاح، رئيس تحرير مجلة الديمقراطية في جريدة الأهرام. سيد بشير، أهلا وسهلا بك معنا. هل رشحت أي معلومات أولية حول من يقف وراء التفجير، وهل تأكد أن الانفجار نتج عن عبوة ناسفة؟ أهلا بك وبالسادة المشاهدين. حتى هذه اللحظة لم تظهر أي معلومات دقيقة أو نهائية عن الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا الهجوم الإرهابي، لكن رشحت المعلومات حتى الآن عن أن الهجوم تم بعبوة ناسفة في إحدى شوارع أو أحد شوارع حي رشدي بمدينة الإسكندرية، وهذا الحي من الأحياء الراقية الذي يتسم بالهدوء وعدم الكثافة المرورية. لكن يعني أعتقد أنه في غضون الساعات القليلة المقبلة ربما يعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هذا الحادث، مقارنة بما جرى في فرنسا، على اعتبار أن التنظيم تلقى ضربات موجعة في سوريا والعراق وفي سيناء الآن من خلال عملية سيناء الشاملة، ومن ثم يريد التنظيم أن يقول أنني لازلت باقيا وأنني لازلت قادرا على تنفيذ عمليات إرهابية رغم هذه الضربات القوية. طيب، من خلال متابعتكم كيف هو الوضع الأمني الآن في مدينة الإسكندرية، وهل من إجراءات أمنية احترازية وضعتها قوات الأمن والجيش لتفادي تكرار مثل هذا الهجوم؟ بمجرد وقوع الحادث مباشرة تم فرض طوق أمني على موقع الحادث وعلى مدينة الإسكندرية برمتها بمشاركة قوات الجيش والشرطة. وبالمناسبة حتى قبل وقوع هذه العملية كانت البلاد في حالة استنفار أمني لسببين. السبب الأول هو العملية الشاملة سيناء 2018 لم تنتهي بعد، أما السبب الآخر فهو دخول البلاد فترة الصمت الانتخابي وإجراء الانتخابات الرئاسية، بدء التصويت للمصريين في الداخل في غضون أقل من 48 ساعة من الآن. طيب، ومن ثم هناك حالة استنفار أمني واسعة النطاق حتى قبل وقوع هذا العمل الإرهابي. طيب، في ظل الاستنفار الأمني هذا سيد بشير، هل عادت الحياة إلى طبيعتها بين السكان، أم هناك خشية من الخروج إلى الشوارع بعد هذا التفجير؟ الشعب المصري يتسم بخصوصية لافتة، وهي أنه يتجاوز مثل هذه الأحداث سريعا، لأن هناك إصرار من المصريين قيادة وشعبا على أن الإرهاب هو الاستثناء والأمن في مصر هو القاعدة، وأن هذه العمليات الإرهابية هي محاولات من الإرهابيين لإثبات الوجود ليس أكثر، وأن مصر لا محالة منتصرة على هذا الإرهاب الغاشم. ومن ثم لم تمضي دقائق حتى عادت الحياة إلى طبيعتها في محيط المكان الذي وقع فيه الحادث الإرهابي، ومدينة الإسكندرية تعج الآن بالنشاط الطبيعي. اليوم يوم أجازة رسمية، ومن ثم هناك حركة واضحة. صحيح أن هناك حالة من الترقب والحذر، لكنها أعتقد في اليوم التالي مباشرة الذي تستأنف فيه حركة العمل يبدو الأمر وكأن شيئا لم يكن. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من العاصمة المصرية القاهرة. حدثنا بشير عبد الفتاح، رئيس تحرير مجلة الديمقراطية في جريدة الأهرام.